وزير التربية يعد بنهاية ملفي التفرغ والعمداء. الأمن في الداخلية وخارجها. الوضع الأمني متماسك والعمليات الثلاثة اللي صاروا فشلوا. هيئة التنسيق للساسة. وهل قيمين من السياسيين هم يمارسوا سياسة تفكيك الدولة وشرزمتها وتقسيمها لبناء داعشيات في هذا البلد؟ شعب غزة في مقابل ثلاثة مستوطنين. غنائم العراق في الرقة على وقع هزيم الرعود. ولعنة القذافي تعتقل ساركوزي. دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد. صباح الخير. أصيب البرلمان العراقي بعوارض التعطيل اللبنانية، فطار نصابه في الجلسة الثانية ولم يتمكن من أداء اليمين الدستورية أو انتخاب رئيس له، ولا من التوافق على اسم رئيس حكومة تواجهه مرحلة أعلان الخلافة الإسلامية. جلستهم أرجئت إلى 8 تموز، وجلستنا تعقد للمرة 8 اليوم على المرارة عينها. ولاية الخلافة رزقت تسجيلا جديدا لأميرها أبو بكر البغدادي، والذي خيب أمال مريديه ولم يظهر بالصورة، فاكتفى بصوته الهاتفي عبر المواقع الإلكترونية داعيا الناس إلى الجهاد في شهر رمضان الفضيل. وعدد البغدادي ساحات الجهاد من الصين إلى الهند وفلسطين ومصر وإيران وتونس وليبيا، لكنه لم يشمل لبنان هذا النزال. غير أن لبنان يتحسب على صحة السلامة، وقد رتبت الإجراءات الأمنية في اجتماع مجلس الأمن المركزي بعد أنباء عن استهدافات لعدد من المراكز الأمنية، كما شددت الإجراءات في محيط سجن رومي. تصريحات كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية أكدت متانة الوضع، وقال الرئيس تمام سلام إن لا بيئة حاضنة للإرهاب محليا، معلنا للجزيرة أنه في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية فهناك وضع لا يشجع على إجراء الانتخابات النيابية، وهذا أول تصريح رسمي ينبئ بالتمديد. وزير الداخلية نهاد المشنوق يرأس اجتماع مجلس الأمن المركزي ويتلقى هبة جمعية المصارف لدعم السجون. بحث مجلس الأمن المركزي في تفاصيل متابعة الخطة الأمنية وملاحقة الشبكات الإرهابية. اللقاء الدوري الذي عقد في وزارة الداخلية أبقى قراراته السرية وفقا للقانون. من ناحية ثانية، استقبل وزير الداخلية وفد جمعية المصارف اللبنانية الذي قدم شيكا مساهمة باسم الجمعية لدعم السجون، واعتبرها المشنوق أنها تأتي كجزء من مواجهة الإرهاب. الوضع الأمني متماسك والعمليات الثلاثة اللي صاروا فشلوا رغم الأضرار اللي وقعت، ونحن مستمرين بالعمل ومستمرين بالمواجهة بدعم من كل اللبنانيين، قام بالمساعدة بالحل المرحلي لمسألة السجون في لبنان، وهي جزء من مواجهة الإرهاب اللي بيطال كل اللبنانيين واللي عم نخوض الآن نحن معركة فيه. نحن مع حل اجتماعي شامل لكل موظفين الدولة، لأن نحن بنعتبر أنه موظفين الدولة مغبونين ولازم تنحل مشكلتهم، ولكن تنحل مشكلتهم بطريقة عادلة وبتزامن بالإصلاحات اللي لازم تصير. وقدم المشنوق لرئيس الجمعية فرانسوا باسيل درعا تقديرية، وأزيح الستار عن لائحة الشرف بأسماء المساهمين لإعادة تأهيل السجون في لبنان. وزير التربية الياس بوصعب يؤكد خلال حفل وضع حجر أساس لمدرسة في مزرعة يشوع أن الأمور متجهة نحو الانتهاء من ملف الجامعة اللبنانية، وأن الجلسة المقبلة ستشهد إقرارا لملفي التفرغ وتعيين العمداء. الأسبوع الماضي من بعد ما كنا توصلنا لاتفاق، وأنا قلت هيدا الاتفاق كان حصل وهيدا الاتفاق كان
اتفاق على مجلس الجامعة على العمدة اللي صارنا 10 سنين مش شايفين عمدة بجامعة لبنانية أصلين، وعلى تفرغ أساتذة تفاجأنا أنه هذا الاتفاق صار في خلل، تما أقول أكثر من خلل بآخر جلسة. بس بدي طمنكم أنه اليوم كان في اجتماع مع دولة الرئيس سنيورا ورجعنا اتفقنا على نفس الاتفاق اللي كنا متفقين عليه قبل، ما تغير شيء. بتأمل أنه الأسبوع القادم رح منلاقي حل لمشكلة الجامعة اللبنانية بنفس ملف التفرغ وبنفس مجلس الجامعة، وإن شاء الله منكون حطينا هالملف بخواتيمه السعيدة. تعاون مع هيئة التنسيق ومع الأساتذة قدرنا نعمل الامتحانات الرسمية، بس يا ريت بقدر أوعدكم اليوم أنه رح يصير في تصحيح. هيدا الوعد، هيدا الوعد ما بقدر أعمله إلا إذا أقروا سلسلة الرتب والرواتب. هيئة التنسيق تكرر دعوتها النواب لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتتهم المسؤولين بتفكيك الدولة لبناء داعشيات في لبنان. مجدداً عادت هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع دفاعاً عن حقوق الموظفين والأجراء. وفي هذا الإطار نفذت الهيئة اعتصاماً أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة، جددت في خلاله الدعوة إلى أقفال الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات كافة يومي الثلاثاء والأربعاء، بالتزامن مع استمرار مقاطعة أسس التصحيح للامتحانات الرسمية. ودعوا إلى التجمع الخميس في مراكز المحافظات. وهل قيمين من السياسيين هم يمارسوا سياسة تفكيك الدولة وشرزمتها وتقسيمها لبناء داعشيات في هذا البلد؟ مطلوب منكم أن تحزموا أمركم، لأنه في أكترية الكتل السياسية حتى تاريخه بعد ما أخذت قرار بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. المعتصمون انتقلوا إلى أمام مبنى مصلحة تسجيل السيارات في الدكويني، وكرروا دعوتهم النواب إلى أقرار السلسلة على قاعدة المساواة. في تسجيل صوتي منسوب إلى أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام بعد إعلان الخلافة وتعيينه أميرا، دعا أبو بكر البغدادي إلى الجهاد ووجه التحية إلى العشائر السنية في العراق التي ساندت الدولة في ثورتها ضد حكم المالكي، ودعا العشائر السنية الموالية للحكومة ولواشنطن إلى التوبة. وأضاف البغدادي إن أمريكا رأس الكفر وحربها على المسلمين خاسرة، وأن المجاهدين أقسموا على أن يذيقوها المر أكثر مما أذاقها أسامة بن لادن. وليس من عمل في هذا الشهر الفضيل ولا في غيره أفضل من الجهاد في سبيل الله، فاغتنموا هذه الفرصة وسيروا على نهج سلفكم الصالح، انصروا دين الله بالجهاد في سبيل الله، فهبوا أيها المجاهدون في سبيل الله، أرهبوا أعداء الله وابتغوا الموت مضانة، فالدنيا زائلة فانية والآخرة دائمة باقية، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فيا أيها المجاهدون في سبيل الله، كونوا رهبان الليل فرسان النهار، أثلجوا صدور قوم مؤمنين وأروا الطواغيت منكم ما يحذرون، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالسلاح السلاح يا جنود الدولة، والنزال النزال، إياكم أن تغتروا أو تفتروا، واحذروا فقد جاءتكم الدنيا راغمة، أركلوها بأرجلكم وطؤوها بأقدامكم ودعوها خلف ظهوركم، فما عند الله خير وأبقى. وإن أمة الإسلام ترقب جهادكم ونزالكم بأعين الأمل، وإن لكم في شتى بقاع الأرض إخوانا يسامون سوء العذاب، أعراضا تنتهك ودماء تراق وأسارى تئن وتستصرخ ويتامى وأرامل تشكو وثكالى تنوح ومساجد تدنس وحرمات تستباح وحقوقا مسلوبة مغتصبة في الصين والهند وفلسطين والصومال، في جزيرة العرب والقوقاز والشام ومصر والعراق،
في إندونيسيا وأفغانستان والفلبين، في الأحواز وإيران، في باكستان وتونس وليبيا والجزائر والمغرب، في الشرق والغرب. فالهمة الهمة يا جنود الدولة الإسلامية. أمام تمدد داعش في العراق، مساعدة سعودية بقيمة نصف مليار دولار للعراقيين. واشنطن ترسل 200 جندي إضافي، وطهران تحذر من تحويل العراق إلى أوكرانيا الثانية. في وقت يواجه فيه النواب ضغوطاً لتأليف حكومة جديدة ومواجهة مسلحي داعش، أرجى رئيس مجلس النواب العراقي مهدي الحافظ جلسة البرلمان العراقي إلى 8 تموز الجاري لعدم توافر النصاب القانوني في الجلسة الثانية، حيث كان مقرراً أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجدد، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه ومحاولة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء. من جهة ثانية وأمام الاجتياح الداعشي للمناطق العراقية، مبادرة سعودية كشف عنها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز تقضي بتقديم نصف مليار دولار كمساعدات إنسانية للشعب العراقي بقطع النظر عن انتماءاته. واشنطن من جهتها أعلنت أنها أرسلت دفعة جديدة من 200 جندي إلى العراق، على أن يتوجه 100 آخرون إلى بغداد في وقت لاحق. وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجنود سينتشرون في مبنى السفارة الأمريكية والمرافق التابعة لها ومطار بغداد الدولي. طهران من جهتها سارعت إلى إعلان استعدادها لتقديم السلاح إلى بغداد، وقال نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن إيران لا تعتزم إرسال قوات إلى العراق، ولكن قد تزود بغداد أسلحة إذا طلب منها ذلك في إطار محاربة الإرهاب، ورأى أن الأحداث في العراق تسير وفقاً لخطة وضعتها الولايات المتحدة لتحويل البلاد إلى أوكرانيا ثانية. تنظيم داعش ينفذ استعراضاً عسكرياً في مدينة الرقة للأسلحة والآليات التي غنمها من العراق، والجيش السوري النظامي يعلن سيطرته الكاملة على القلمون. نفذ تنظيم الدولة الإسلامية عرضاً عسكرياً في مدينة الرقة لأسلحته وآلياته التي أحضرها من العراق، فبث ناشطون على شبكة الإنترنت صوراً لرتل كبير يتألف من دبابات ومصفحات وعربات أمريكية الصنع تعود إلى الجيش العراقي بعدما استولى عليها تنظيم داعش ونقلها إلى الأراضي السورية. وكان لافتاً وجود صاروخ يشبه من حيث الحجم والشكل صواريخ سكود روسية الصنع. ودخل الرتل من جسر الرشيد في مدينة الرقة وجال في شوارع المدينة بالتزامن مع تنفيذ مقاتلات الميج طلعات جوية عدة فوق الرقة من دون أن تتمكن من تنفيذ الغارات بسبب كثافة النيران التي واجهتها من قبل المضادات الأرضية الخاصة بالتنظيم. إلى ذلك أصدرت الهيئة الإعلامية لما يسمى جند الأقصى في تنظيم داعش ما قالت إنه الإصدار الأول من سلسلة هزيم الرعود، مؤكدة أنها هدية رمضان. وفي هذا الإصدار أناشيد تدعو إلى قتال ما وصفتهم بأحفاد اليهود. وفي خطوة منه لترويج كيانه الجديد، نشر تنظيم داعش صورا جديدة لملامح الحياة في ولاية حلب تحت حكمه. وقال المكتب الإعلامي لداعش في حلب في تقرير عبر الإنترنت إن ولاية حلب عادت إلى سلطان المسلمين وحكمت بالشريعة الإسلامية في حكم أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي في ربيع عام 1435. وأوضح التقرير أن ولاية حلب تضم حالياً 5 محاكم، محكمتان منها رئيسة والأخرى فرعية، تحكم بشرع الله وتقيم الحدود، ويمر عليها 10 قضايا يومياً يقوم عليها كادر شرعي وإداري، إضافة إلى 10 مقار للحسبة، مشيراً إلى أنها تتولى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجفف مصادر المنكرات وتمنع المجاهرة بالمعاصي وتحث المسلمين على الخيرات. وأشار إلى أن في حلب 11 مكتباً للدعوة يتولى الدعوة إلى الله، والثاني 22 معهدا شرعيا. ميدانيا أعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة على منطقة القلمون، حيث عثر على 3 سيارات مفخخة، 2 تحملان لوحتين لبنانيتين، وعلى مخزن للأجهزة والأدوات الطبية ومشفى ميداني في وادي عين الحصين في جرود القلمون على الحدود السورية اللبنانية. العملية بدأت بجرود عسال حتى الحدود اللبنانية، شريط لبناني مثل ما أنا شايفين، باتجاه أوكار الإرهابيين. هذا معسكر موجود فيه الإرهابيين، كان إرهابي جبهة النصرة، معسكر تفخيخ للسيارات المفخخة المرسلة باتجاه الأراضي السورية والأراضي اللبنانية.
وفي محافظة إدلب قتل 14 شخصا وجرح أكثر من 50 آخرين من جراء قذف بالهاون استهدف مناطق سكنية وسوقا تجاريا في إدلب، واستهدفت القذائف أيضا مدرسة في المدينة. بعد الفاصل، الثورة لم تصعد السلم الموسيقي. أهلا بكم من جديد. في الجزء الثالث والأخير من تحقيق الثورة والموسيقى للزميل جاد غصن، نظرة في أغاني الربيع العربي. منذ أواخر الثمانينيات غابت الثورات ومعها الكفاح والأغنية. انت التسعين سقط الاتحاد السوفيتي وسقط الأساس اللي هو مغزى كل هالفكر. بعد التسعين الحامل الأساسي للأغنية صار الشركات. بالسبعينات والثمانينات الحامل الأساسي للأغنية كانت الناس. وكان لابد من انتظار عقدين من الزمن ليعود الشعب لاعبا على الساحة السياسية العربية. في ثورات القرن الحادي والعشرين سقط الزعيم كالقوة القادرة على الحشد وتحريك الثورات، وذلك بفعل مواقع التواصل الاجتماعي. ثورات بقيادة جماعية قادتها حسابات مواقع فيسبوك وتويتر هي ضد الزعيم المستبد، ولكن هي مع ماذا؟ تتعدد الآراء في التقييم السياسي للربيع العربي، لكن الجامعة هو التقويم السلبي للفن المرافق لهذا الحراك. لا طبعا نحن بحالة انحدار هلأ، في ضياع بالتعبير الفني، هو ناتج عن الضياع بالرؤية بشكل عام. هيك فن بده بيلبق له هيك سيسي يعني، أو العكس يعني. لنسميها ثورة لازم يكون في اتجاه نوعا ما واضح، يعني الرؤية واضحة باتجاهها لوين بدنا نروح، مش بس شو بدنا ندمر أو شو بدنا نغير. نحن فرسان لنا الموت، إن دعا الداعي أجبنا للنداء. الشعب اللي بس هيك بيعرف يهدم تاريخه اللي يبلش يعمر من الصفر ما بحياته بيوصل لمطرح. نحن كتير شاطرين بهيدا الشيء بالموسيقى وبالهيدا، منجي وكل مرحلة بحاجة نحن كعرب نخترع لها بطلة، ما منعرف نعمل بطولة جماعية هيك انه بطل هاي المرحلة هو الشعب المصري مثلا. لا يدخل أحد في خطأ التعميم، حيث أفرز الحراك بعض الومضات اللافتة خصوصا في مصر كفرقة اسكندريلا ومصطفى سعيد ومحمد محسن. ثلاثتهم هن امتداد وما في حدا تغيير إلا هو امتداد بالنتيجة. بس بتصور اسكندريلا هن أكثر ناس عم بجربوا إذا بدك مش يشتغلوا على التقليد، تقليد مش بمعنى التقليد يعني التقليد الموسيقي يعني، بل إنه لقى ينطلقوا منه ليصنعوا هيك شيء مختلف شوي بالموسيقى. هو إحنا يعني علشان غلابة لا بتوع قراية ولا كتابة، بينما مصطفى لا تقليدي أكتر. وانا برايي ضروري يعني ضروريين الناس مثل مصطفى سعيد. يا ناس ما فيش حاكم الا من خيال محكوم، واللي حيقعد في بيته بعدها خاين. محمد انا سمعته بالاكثر عم بغني اغاني من سبقه، يعني ما فينا نقول انه هو تغييري، فينا نقول انه صوت جميل جدا، وان الاوان يمكن انه يبلش هيك يعمل شغله الخاص. يا شايلينكو على الكتاب، بننعي دمكم بهتاف وندعي لكم. ان كان هناك اي صحة في القول ان الثورة تولد من رحم الالحان، فلا شك أن الطريق أمام الربيع العربي لا تزال طويلة جدا. جاد غصن، قناة الجديد. كتلة المستقبل ترد على اقتراحات النائب ميشيل عون بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. أن النقاشات بشأن التعديل الدستوري تتطلب وقتا طويلا، فيما البلاد الآن بحاجة لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن في ظل المتغيرات الخطيرة التي تعيشها المنطقة، لكي يكتمل عقد المؤسسات وتسهل مواجهة التطورات
الراهنة والداهمة. في حسابه على تويتر طالب الناطق الإعلامي باسم كتائب عبد الله عزام سراج الدين زريقات حزب الله بالخروج من سوريا سريعا قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أنه إذا كان الإرهاب هو الرد على جرائم حزب الله فانتظروا من الإرهاب حلقات متتالية تنسيكم كل حلقة سبقتها حتى يعود الأمن إلى أهلنا وأطفالنا في سوريا. واتهم زريقات في تغريداته التي كتب بعضها باللغة الفارسية حزب الله بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وبإحراق مسجد بلال في عبرة، إضافة إلى اتهامه بتنفيذ كل الاغتيالات التي حصلت على الساحة اللبنانية. تخريج دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية ل 150 مفتشا متمرنا في الأمن العام. احتفل معهد قوى الأمن الداخلي الوروار بتخريج دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية ل 150 مفتشا متمرنا درجة ثانية من المديرية العامة للأمن العام، وذلك بدعوة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفي حضور ممثلين عن كافة القادة الأمنيين في البلاد. نفذت هذه الأجهزة خلال أيام الماضية عمليات أمنية نوعية استهدفت الشبكات الإرهابية، فقدمت الشهداء وجنبت البلاد اعتداءات وشيكة. يا شباب الأمن العام، قدركم وقدرنا أن نسير على هذه الدرب، العلم فيها يقارع الإرهاب، بكم يتطور لبنان وبجرأتكم نعلي البنيان. نعم، لقد أصبح الأمن العام موئلا للإقدام بلا هوادة، سقفنا الوطن لكن سيفنا هو القلم أيضا، وبعد تخرجكم ستصبحون فرقة لها يركن الوطن. دليلكم لواءكم رجل ملء عين الزمن. وفي ختام حفل التخرج أقيم عرض عسكري قتالي. يمين دور يضيان. العكاريون ينددون بالسياسة الإنمائية للدولة اللبنانية ويعلنون تنفيذ اعتصامات وصولا إلى العصيان المدني في حال عدم إنصاف منطقتهم. عقد رؤساء بلديات واتحاد البلديات وروابط المخاتير وممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات في عكار لقاء في مقر اتحاد بلديات ساحل قيتع احتجاجا على السياسة الإنمائية للدولة اللبنانية التي رأوا فيها تغييب لعكار. الدعوة للاعتصام أمام سرايا حلب الحكومي وذلك يوم السبت 5/7/2014 صباحا مع عقد مؤتمر صحفي لتبيان ما جرى. الدعوة للاعتصام أمام السرايا الحكومي في بيروت في موعد يحدد لاحقا. طلعت حصتنا نحن من خلال دعم تيار المستقبل والعونيين والكتائب وحركة أمل وحزب الله وكل الكتل النيابية باعونا، لأنه عكار ما فيها وزير بقلب الحكومة. وأبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة كل التطورات والخطوات التي سيتم اعتمادها حتى تحقيق المطالب وصولا إلى العصيان المدني في حال عدم التجاوب. بعد الفاصل مسلسل الروح من اللحم الحي. نحن نصنع من اللا شيء شيء على خصوص الخداع. 30 غارة إسرائيلية على قطاع غزة تستهدف مراكز لحركتي حماس والجهاد وهدم منزلين في الضفة لاتهام أصحابها بقتل المستوطنين الثلاثة. عشرات الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ومداهمات في الضفة الغربية، هكذا كان فجر الثلاثاء في الأراضي المحتلة. في غزة نحو 30 غارة جوية ترافقت مع قصف بري وبحري على مواقع تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي. القصف العنيف هذا جاء بعد العثور على جثث المستوطنين الثلاثة في حفرة قرب بيت كاهل في الخليل. مصادر حماس والجهاد أكدت أن 17 موقعاً تابعاً لكتائب القسام وسرايا القدس تعرضت للقصف في خان يونس ورفح، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة. وقال ناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن 4 عمال أصيبوا بجروح مختلفة جراء الغارات. أه.
أما في الضفة الغربية فقد أدت عمليات الدهم الإسرائيلية إلى استشهاد فتى فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال. كما هدم الاحتلال منزلي المشتبه بهما الرئيسيين في عملية خطف الإسرائيليين عامر أبو عيشة ومروان القواسمي في الخليل، بينما أعلنت بلدة حلحول بأنها منطقة عسكرية مغلقة وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط في المنطقة التي شهدت مواجهات. على خط السلطة الفلسطينية، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اجتماع عاجل وطارئ للقيادة الفلسطينية لبحث التطورات السياسية وتداعيات الأحداث الأخيرة. غزة التي تصارع الموت اليومي تبتدع شكلا جديدا من أشكال المقاومة وتنتج مسلسلها الذي يؤنسها في شهر رمضان. تقرير من القطاع لمحمد المدهون. هذا واحد من جبات عسكرية إسرائيلية فوجئ الناس بمشاهدتها تسير في شوارع غزة قبل أن يتبينوا أنها تستخدم لتمثيل مشاهد من مسلسل، ويقول القائمون عليه إنه العمل الدرامي الأضخم فلسطينيا. هو مسلسل الروح الذي يتكون من 900 مشهد بواقع 30 حلقة تقوم على إنتاجه فضائية الأقصى ذراع مرئي لإعلام حركة حماس. المسلسل يغطي الحياة الاجتماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الانتفاضة الثانية التي شهدت عمليات نوعية للمقاومة، انتقالا إلى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وصولا إلى صفقة تبادل الأسرى عام 2011. كل هذه الحكايات والقصص الحقيقية التي حدثت لجسدها واقعا داخل هذا المسلسل. تحدث عن معبر رفح والإدلال، تحدث عن حاجز أبو هول، تحدث عن الضفة الغربية وروح المقاومة داخل الضفة الغربية، تحدث عن تشكيل المجموعات العسكرية. اسم المسلسل يشير إلى روح المقاومة التي دبت في جسد الشعب الفلسطيني لتمثل عنوان مرحلة كلفت الفلسطينيين أثمانا باهظة وشهدت إنجازات وطنية كبيرة ما زالوا يعيشون في خضمها. وبرغم إنتاجه من فضائية محسوبة على الحركة الإسلامية، إلا أنه حسب مخرجه يشمل إسهامات الحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها دون توجيه حزبي أو فئوي. نحن نصنع من اللاشيء شيء على خصوص الخدع السينمائية والجرافيك أو إطلاق النار أو حتى على أداء الممثلين والكوشينات التصوير، يعني كلها من لا شيء. العمل يتمحور حول بطل رئيسي هو شاب غزي يريد تحرير خاله من سجون الاحتلال، فيقرر تنفيذ عملية أسر لجندي إسرائيلي ويلقى في سبيل ذلك دعم أسرته ورضاها على ما في ذلك من مخاطرة بحياته حتى يتحقق له في النهاية ما أراد. كتير فرق بين لما أنت تكون بتجسد إشي أنت شايفه عايشه مع أخواتك مع أصحابك، عايش في نص الحدث وتيجي تمثله للناس بالطريقة اللي أنت ترضى عنها، الطريقة اللي تحس إنها عن جد رسالة. هاي بحد ذاتها مقاومة مش إعلام بس. بالكاد ترقى الإمكانيات المتاحة إلى الحد الأدنى الذي تتطلبه أعمال درامية مشابهة، هذا فضلا عن غياب الاحترافية في عمل الممثلين الذين يخوضون تجربة هي الأولى بالنسبة لمعظمهم. لكن منتجي المسلسل يراهنون على روح طاقمهم البشري الذي عاش أفراده القصة التي يمثلونها في تفاصيل حياتهم الحقيقية، وليس عليهم سوى أن يجيدوا محاكاتها. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. عين الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى منصبه أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير. وتقلب بندر في مناصب عدة، فكان سفيرا في واشنطن ورئيسا للاستخبارات السعودية قبل أن يعفى من منصبه بناء على طلبه. وبندر هو ابن شقيق الملك عبد الله، أما الأمير خالد بن بندر فهو نجل الشقيق الثاني للملك وليس ابن بندر. وقد صدر أمر ملكي قضى بتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير، هو الذي كان يشغل قبل هذا التعيين منصب نائب لوزير الدفاع السعودي بعدما قضى نحو سنة أميرا على الرياض وقبلها قائدا للقوات البرية السعودية ورأس اللجنة العسكرية السعودية الروسية. وتشير سيرته إلى أنه رجل ذو كفاءة وانفتاح. أعلن القضاء الفرنسي منذ قليل توقيف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد، وفي هذا التقرير تمويلات القذافي تزج بنيكولا ساركوزي في مخفر الشرطة.
أوقفت فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية الفرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ وبتهم الكسب غير المشروع، وعلى رأسها ملفات التمويل الليبي، حيث تستمر فترة احتجاز ساركوزي 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بهدف حصول المحققين على معلومات بخصوص القضية التي شغلت الرأي العام. وفي إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 من شباط فبراير الماضي، يتقصى المحققون ما إذا كان ساركوزي قد تبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت الذي جاء على خلفية تلقي الأخير تمويلاً من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي قادت إلى فوزه في الرئاسة عام 2007. ويأتي توقيف ساركوزي في وقت ينتظر الفرنسيون عودة الرئيس السابق إلى العمل السياسي عبر رئاسة حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية، أو حتى عبر الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية المقبلة. رئيس سابق لاحقته لعنة رئيس مخلوع وميت، علماً أن القذافي كان قد كشف أسرار ساركوزي في بدء الثورة الليبية وتخلي العالم عنه، ونشرت صحيفة ديلي تيليغراف حينذاك أن رئيس فرنسا تلقى نحو 65 مليون دولار من العقيد الليبي وجرى تحويل المبلغ باسم شقيقه، فيما قال سيف الإسلام القذافي إن على ساركوزي أن يرد المبلغ، وأضاف: لقد مولناه ولدينا جميع التفاصيل ونحن على استعداد لكشفها. وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنسي والرجاس. قد تندمون يوم لا ينفع الندم، الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقة ساعة العمل، دقة ساعة الزحف، دقة ساعة الانتصار، لا رجوع إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، ثورة، ثورة. إلى عناوين صحف اليوم الأربعاء 2 تموز، والبداية مع النهار. تعثر العملية السياسية يضع العراق على المحك، البرزاني لاستفتاء على كردستان خلال أشهر. الاتصالات الأمريكية تنشط في أيلول، بري مبادرة عون لن تنفذ الآن. إسرائيل منقسمة حيال حجم الرد على مقتل 3 من مستوطنيها في الضفة. في السفير: مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات مصرفية ضد حزب الله، موقف نابليون وديروي وفنيدق شبكة واحدة. تأهل صعب للأرجنتين وبلجيكا. إسرائيل تتمهل في بحث خيارات العدوان، مخاوف من انفلات الحرب ورد بتعزيز الاستيطان. في الأخبار: جنبلاط يفتح بابا جديدا إلى السعودية، بوفعور يلتقي التويجري، الداخلية في مرمى الانتحاريين، البغدادي بن لادن 2. ننتقل إلى الأنوار: انفجار في طرابلس وإجراءات حول سجن رومي وفي البقاع، كتلة المستقبل ترد على عون، الأوضاع لا تسمح بتعديل دستوري، صاروخ سكاد في عرض لداعش في الرقة السورية. الديار عنونت: عشرات المسلحين بكامل أسلحتهم منتشرون بين قصقص وشتيلة والمدينة الرياضية، سجن رومي هدف للإرهابيين، ملاحقة سيارة مفخخة وتوتر في طرابلس، بري يبدأ جولة استشارات نيابية، ومبادرة عون محور سجالات حادة. ننتقل إلى المستقبل: المستقبل تتمسك بأولوية انتخاب الرئيس، والسنيورة وبصعب يؤكدان التفاهم على ملفي الجامعة، نابليون وديروي وفنيدق شبكة واحدة. لائحة الشرف لتأهيل السجون: بغداد تلوح باللجوء إلى السلاح الإيراني، والسنة والأكراد ينسحبون من جلسة البرلمان، العاهل السعودي يقدم نصف مليار دولار للعراقيين. وفي البناء: المستقبل وفريقه لأولوية مواجهة عون، وخطر داعش تحت السيطرة، البغدادي يبدأ تصفية النصرة والجبهة الإسلامية في سوريا والقاعدة والنقشبندية في العراق، بوتين لن يسمح بعراق آخر، أردوغان للرئاسة الخلفية، ساركوزي إلى السجن، عودة بندر. اللواء عنونت: مبادرة عون تحمي الشغور وإجراءات لحماية سجن رومي، بري وكتلة المستقبل الأولوية لانتخاب رئيس، تفاهم على بت ملفي التفرغ وعمداء اللبنانية غدا،
البرلمان العراقي يفشل في تجديد الرئاسات، نواب شيعة يتهمون البرزاني بالخيانة، وطهران لن ترسل جنودا إلى العراق. الملك عبد الله يأمر بنصف مليار دولار للعراقيين، السعودية تستنكر تفجيرات بيروت والقاهرة الإرهابية. إلى البلد، الجلسة الثامنة إلى تأجيل وسلام يلمح إلى التمديد. البرلمان العراقي يفشل، إيران وروسيا متفقتان على دعم سوريا، إسرائيل تدرس الرد وحماس تحتاط. وفي الجمهورية، إيران تستعد لكربلاء جديدة، داعش تستعرض قوتها، طرابلس تعود إلى الضوء بألوان داعشية. في الحياة، البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيسه بعد انسحاب النواب السنة والأكراد، قصة تسليم الموصل إلى داعش. بان كي مون يعرب عن امتنانه العميق للحكومة السعودية وكرمها، خادم الحرمين يأمر بصرف 500 مليون دولار مساعدات إنسانية لكل العراقيين المتضررين. الوفد السعودي التقى اللواء إبراهيم ولا رابط بين موقوفي الروشة والحمرة وفنيدق والقلمون، وزير الداخلية لا خوف من عراق ثان في لبنان. فلتمن الحياة، أجريت مع شعبان مناقشات جيدة، ومكين بحث مع الائتلاف قتال داعش، البغدادي يحض على الهجرة إلى دولته. وفي الشرق الأوسط، خادم الحرمين يأمر بتخصيص نصف مليار دولار مساعدة إنسانية للشعب العراقي عبر الأمم المتحدة. برزاني استفتاء على الاستقلال خلال أشهر، قصف بالهاون يستهدف مرقدي سامراء، سجال في البرلمان العراقي، وداعش يدعو مسلمي العالم للهجرة إلى دولته. وفي ختام النشرة تذكير بعناوينها: وزير التربية يعد بنهاية ملفي التفرغ والعمداء. الأمن في الداخلية وخارجها. الوضع الأمني متماسك والعمليات الثلاثة اللي صاروا فشلوا. هيئة التنسيق للساسة. وهل قيمين من السياسيين هم يمارسوا سياسة تفكيك الدولة وشرزمتها وتقسيمها لبناء داعشيات في هذا البلد. شعب غزة في مقابل ثلاثة مستوطنين. غنائم العراق في الرقة على وقع هزيم الرعود. ولعنة القذافي تعتقل ساركوزي. دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.